السلام عليكم. فيديو النهارده عن الكشاف دوت، يتشحن USB للعجله والنوب بتاعه هنشوفه مع بعض. هو قوي جدا، عباره عن كشاف بيتشحن USB، يعني ما بتحطلوش حجاره، و 300 لومنز شده الاضاءه، 300 لومنز. تعالى كده نشوف مع بعض الاضاءه بتاعته عامله ازاي. طيب بتفتح العلبه بتلاقي الكابل و بيتثبت على الجدون زي ما انتم شايفين، والزوايا بتاع التشغيل كده عالي واطي رعاش، عالي واطي ورعاش. تعال نشوف الإضاءة زي ما انتم شايفين كده اهو، الإضاءة بتاعته قوية جدا. والكشاف دوت سعره 75 جنيه لمدة معينة.